في ملفنا الأول، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس في مدينة تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة في البلاد ضد حكومة نتنياهو وخطط إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع 36 على التوالي. وجاءت الاحتجاجات قبل أيام من جلسة المحكمة العليا التي ستنظر من خلالها في التماسات مقدمة لإلغاء ذارعة قانون عدم المعقولية والمقررة يوم الثلاثاء المقبل. وللتوسع حول ذلك تنضم إلينا الآن مراسلتنا رماح مفيد من مدينة القدس. أهلا بك رماح. إذن كيف تبدو التحركات العامة في الخارطة السياسية الإسرائيلية قبيل أيام من انعقاد والتئام المحكمة الإسرائيلية العليا وقضاتها بشأن الالتماس بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية؟ 48 ساعة يعني تفصلنا عن بدء المحكمة العليا في النظر للالتماسات العديدة، أكثر من 7 أو 8 التماسات قدمت ضد قانون حجة المعقولية الذي تم إلغاؤه في 24 من يوليو هذا العام. طبعا أمام أمير من المتوقع أن يكون تركيبة المحكمة العليا كما ذكرنا، وهذا أمر سابق في تاريخ القضاء الإسرائيلي وفي تاريخ المحكمة العليا، أن يتم اعتماد 15 قاضي في قضية واحدة. القضاة طبعا هناك من هو يعتمد موقف المحافظ والذي يميل إلى عدم تدخل المحكمة العليا في النشاط بما يعنى بالنشاط اتخاذ القرارات السياسية بما معناه، وهناك من يميل إلى كل يعني ندرة تدخل المحكمة العليا في القوانين الأساس، ولكن مع ذلك يملون إلى التدخل بحذر شديد. الآن الذي سيحدث هو أنه في يوم الثلاثاء سيكون متاح أمام مقدمو الالتماس 60 دقيقة لعرض اعتراضاتهم. تحدث أمير عن عدة مؤسسات، من بينها هناك 44 رجل أعمال ورجل أمن سابق ونشطاء اجتماعيين قدموا التماس واحد مع بعضهم البعض. هناك أيضا جمعية نقابة المحامين الذين تريد حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء هذا المنصب الذي يتم بشكل انتخابي داخل نقابة المحامين، وبالتالي هناك المحامون قدموا التماس آخر. نحن نتحدث أيضا عن العديد من المؤسسات الناشطة في حقوق الحركة من أجل الحكم، أيضا هي قدمت التماس. الالتماسات في مجملها تنظر إلى هذا القانون بأنه قانون يمس في الأسس الديمقراطية، إضافة إلى موقف المستشارة القضائية أمير التي تقول بأن على المحكمة هي توصياتها كمستشارة للحكومة، أيضا أخرجت توصياتها للمحكمة العليا وهي ترى أن على المحكمة العليا إلغاء هذا القانون لأنه يمس بقوانين أو بالأسس الديمقراطية، الأسس الأساسية للنظام الديمقراطي، وبالتالي هؤلاء هم الملتمسون. 60 دقيقة ستقسم فيما بينهم، هناك من سيحصل على 25 دقيقة لتقديم التماسه واعتراضه، وهناك من سيحصل على 10 دقائق. بالمقابل هناك محامي بارخ الذي يترافع عن الحكومة والذي طالب بإضافة الوقت، ليس فقط ساعة واحدة إنما طالب بإضافة 4 ساعات، لم يتم طبعا إصدار قرار المحكمة العليا في هذا الأمر، 4 ساعات ليقوم بعرض رده على هذه الالتماسات العديدة والكثيرة التي يقف من خلفها مئات النشطاء. في المقابل أمير هناك أيضا خلاف داخل القضاء برز في الساعات الأخيرة، وهو انتقاد سمحة رتمان بأن رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت من المفترض أن تخرج إلى التقاعد في 16 أكتوبر، وهناك من يقول بأن القاضية ضغطت برنامج الجدول العملي للنظر في هذا الالتماس لتكون هي على رأس تركيبة هؤلاء القضاة. هناك القضاة لا يحسبون على القضاة المحافظين، وانضموا اليوم بوجهة نظرهم أن هناك بالإمكان البحث عن تمديد، الحكومة طالبت بتمديد للمرة الثانية
تمديد المدة النظر، وهذا طبعا هدف نتنياهو أن لا تكون حياتية على رأس التركيبة. وهذا القرار أيضا لم يؤخذ بعد، إذن هو يوم لكن يوم وبما أنه نتحدث عن الخلافات، ربما الخلافات الأبرز هي الآن داخل أوساط حزب الليكود ووزراء الحكومة الإسرائيلية على اختلافهم، حيث أن بعض الوزراء الذين أكدوا أنهم لن ينصاعوا إلى قرار المحكمة العليا، في المقابل هناك وزراء أكدوا أنهم سينصاعوا لذلك، وعلى رأسهم ربما وزير الأمن يوآف جالانت. هل من شأن ذلك أن يشي بأزمة داخلية في أوساط الائتلاف الحكومي وحزب الليكود اليمين الحاكم؟ طيب أمير، يجب النظر إلى هذا الخلاف على أنه أداة أيضا من أدوات بنيامين نتنياهو يستخدمها. بالبداية استخدم رئيس المحكمة، رئيس الكنيست، الذي هدد بشكل مباشر قضاة المحكمة العليا وهاجت قامة إسرائيل ولم تقعد بعد هذه التصريحات التي قال فيها أمير أوحانا على قضاة المحكمة العليا أن يعرفوا حدود سلطتهم وحدود القدرة التي معهم. الآن يوآف جالانت يحسب بأنه المتمرد، طبعا لم ينسى الإسرائيليين وقت إقالة يوآف جالانت وأيضا الطريقة التي أعيد بها وأجبر بنيامين نتنياهو على خلفية قرار قالته والتظاهرات والاحتجاجات التي هزت إسرائيل أن يعيده. بالتالي الذي سيحدث، من الصعب تصديق أن بنيامين نتنياهو هذا الرجل ابن المؤرخ والذي من المفترض رغم كل ما يقوم به الآن أنه يحترم القضاء الإسرائيلي، لم يكن هناك قاضي في المحكمة العليا، لم يحترم القضاء الإسرائيلي، ولا يمكن لبنيامين نتنياهو باعتقادي أيضا من التدخلات الأمنية أن يسمح له باتخاذ قرار بأنه لن يحترم المحكمة العليا. ووسط كل ذلك رماح وكدعم، أنه يستخدم الفاشيين من حكومته لترهيب وإرهاب قضاة المحكمة العليا لمنعهم من اتخاذ قرار واضح، وهناك إمكانية لإعادة القانون للمحكمة للحكومة لتدرس التعديلات الممكنة فيه. نعم أمير، في مقابل كل ذلك المعارضة الإسرائيلية دعت إلى التظاهر يوم غد الاثنين في مدينة القدس كدعم للمنظومة القضائية. هل اتضحت صورة الدعوة، صورة التظاهر، الاحتجاج التي ستكون يوم غد؟ في كل قضية العودة إلى الشارع، طبعا الاحتجاجات الأسبوعية مستمرة وتحافظ على ذاتها، الأعداد قلت، هذا أمر ملموس في كل المواقع أمير. منظمو الاحتجاجات يعولون على أن اقتراب موعد النظر بالالتماسات يجب أن يرد عليه بدعم القضاء في المحكمة العليا، وبالتالي تجيش الشارع الإسرائيلي المعارض للإصلاحات القضائية من جديد أن يستعيدوا الأيام التي سبقت تصديق أو مصادقة الكنيسة على قانون حجة المعقولية في يوليو الماضي. إذن بالتالي هل سيكون الحضور كبير أم لا؟ هذا امتحان أيضا ينظر له ويحاول توقعه منظمو الاحتجاجات، باعتقادي أن الشارع الإسرائيلي سيستجيب بعد كل التهديدات التي يمارسها بنيامين نتنياهو عبر حناجر أعضائه الفاشيين. أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا رماح مفيد على هذه الإحاطة الموسعة لمجريات الأحداث في الخارطة السياسية الإسرائيلية وهذه الأزمة السياسية المتعاظمة ميدانيا وسياسيا كذلك الأمر. شكرا جزيلا.